حسم مصير محرز والبلايلي ووضع قائمته الأولى، رسائل هامة من فلاديمير بيتكوفيتش بعد توليه مهمة تدريب منتخب الجزائر وخلافة جمال بالماضي. بدأت المهمة الرسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش لقيادة مهمة إنقاذ المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة ومحو الخيبات المتتالية من ذاكرة الجماهير بعد حقبة جمال بالماضي. بدأ بيتكوفيتش مهمته برسائل هامة على رأسها حسم مصير رياض محرز وعدد من النجوم الكبار، سواء بالاستمرار مع محاربي الصحراء أو اعتزال اللعب الدولي. أولى الخطوات التي سيعمل عليها بيتكوفيتش هي التخطيط لإعادة بناء المنتخب الجزائري مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الانهيار الكبير على مدار العامين الماضيين. بيتكوفيتش أكد أنه سيبدأ من نقطة الصفر وسيعيد بناء منتخب الجزائر دون التفكير فيما وصل إليه محاربو الصحراء في الفترة الماضية، بحثاً عن محو الذكريات السيئة من ذاكرة الجماهير. المدرب السويسري رفض اعتبار إعادة البناء حديثاً عن انهيار كامل للجزائر في الفترة الماضية، مؤكداً أن حديثه يحمل طابعاً إيجابياً وأنه سيعيد بناء روح منتخب الجزائر. الهدف الأول للمدرب الجديد هو تحديد العناصر التي ستواصل المهمة مع الجزائري في الفترة المقبلة ليضع يده على العناصر التي ستكون الأساس للجيل الجديد. وعلى عكس التوقعات، بيتكوفيتش أكد أنه لن يعتمد على قائمة مختصرة من اللاعبين، وإنما وضع قائمة أولية تضم 45 لاعباً، وسيتم اختيار 26 من بينهم للمشاركة في التوقف المقبل. ورغم أنه رفض الحديث عن أسماء بعينها من العناصر التي سيعتمد عليها، إلا أنه أكد أن بعض الأسماء التي لم تلعب للجزائر مسبقاً سيكون لها دورها في المرحلة المقبلة، وأكد أنه لا يفرق بين لاعب محترف وآخر محلي، والأفضل فقط هو من سيتواجد في صفوف منتخب محاربي الصحراء. وعن نهاية رحلة عدد من النجوم الكبار مع المنتخب الجزائري، أكد بيتكوفيتش أنه لا ينتوي استبعاد أي لاعب من المشاركة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن جميع اللاعبين الجزائريين موجودون في الحسبان. ورفض الحديث عن اللاعبين الكبار، مؤكداً أن السن لن يكون عامل اختيار لأي لاعب في قائمة الجزائر، والأمر سيتعلق فقط بمن سيقدم الأداء الأفضل بغض النظر عن سنه أو الدوري الذي يلعب فيه. التقييم المستمر والمنتظم هو أسلوب بيتكوفيتش الذي سيعتمده في اختياراته، وعلى هذا الأساس سيحدد أسماء اللاعبين المشاركين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. محرز ويوسف البلايلي وإسلام سليماني وغيرهم من الأسماء الكبيرة التي أكدت بعض التقارير خروجهم من الحسابات في الفترة المقبلة، ترك بيتكوفيتش الباب مفتوحاً أمامهم للعودة من جديد إلى مكانهم الطبيعي لقيادة كتيبة محاربي الصحراء، شرط أن يقدموا الأداء المطلوب مع أنديتهم.